مرحبا، تحياتي لكم قناة جالكس. إذا أنت جديد على قناة لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس عمود يوصلك كل جديد. مشكلة الحمام هواي ما عندكم مواجهة، هواي ما عندكم إنه فكر يستغني عن كلمة من ورا هاي المشكلة. إن شاء الله اليوم أعطيكم إنه شنو الأغلاط الأكثر الناس اللي يسويها، وشنو الطريقة الصحيحة اللي تقدر تعلم بيها كلبك بأسرع وقت. إن شاء الله تستفادوا من الإعداد. بس بعد الأنترو، الناس بتعرف هذا كلب صغير انه انت تديه ضربه، ولا انه كلب انه عمره سنه او سنتين. فاذا هو عمره سنه او سنتين فاعرف انه راح ياخذ منك مجهود اكبر. يعني هو معروف انه هو يسوي حمام اي وقت واي مكان، وكل الفتره انه بهذا العمر وصل فهو يسوي حمام غلط. فانت ليله ويوم جاي انت تديه ضربه فاكيد راح ياخذ منك مجهود اكبر. اول شيء خلينا نتعرف انه احنا شلون ندرب الكلب على الحمام. الاغلاط اللي احنا نرتكبها كمربين للكلاب انه انت تجي مثلا تختار سجاده تقول هاي قديمه وانا ما احتاجها، وتجي تخليها انه عم يتدرب تدرب الكلب عليها عم يسوي الحمام. زين، هاي السجاده القديمه هو انه هو ما حيفتهم الكلب انه هاي سجاده قديمه وهاي سجاده جديده. يعني هو ملبس ايده من جوا يجي انه يخلي رجليه على هذا المكان فيحس انه هو هذا المكان الصح فيسوي حمامه. فهو ما حي بالنهايه ما حيفرق بين هاي السجاده القديمه او هاي السجاده. فابتعد عن الامور. تقدر تستخدم اللي هي الحفاضات الخاصه للكلاب انه يسوون عليها، اللي هي تجي مربعه وتنحط على الارض، وتقدر انه تضيف عليها قاعده عمود لا هو يطيرها او الكلب انه مثلا يبدي يلعب بها او يشرشها. واذا ماكو امكانيه تقدر تخلي مثلا جرايد او انه البوكس اللي هو كرتون تخليه يسوي الكلب عليها حمام. زين، هسه عرفنا احنا شلون نستخدم عمود يسوي عليها الكلب حمام. لازم هسه تختار المنطقه. هل انت عندك شقه وما بيها مكان مساحه برا عمود يسوي بيها الكلب الحمامه؟ هل انت عندك بيت انه ارضي مثلا او بيت كبير تريد كلبك تعلمه انه يسوي حمامه خارج البيت؟ زين، راح احكي على الامور كلها طبعا، وراح احكي شلون طريقه التدريب وشلون راح تقدر تدرب كلبك انه يسوي حمامه برا او يسوي حمامه انه مثلا على منطقه معينه ان كان جوا او برا البيت. اول شيء اجى الكلب وسوى حمامه غلط، شو راح نسوي بهاي الحاله؟ اول شيء الاكبر غلط انه انت تيجي تضرب الكلب على مسواه حمام غلط، او انه تلزم راس الكلب وتخليه انه يشم حمامه، لان هو كلب انه اصلا ما يطرف من حمامه. زين، اذا ضربت الكلب انه شو راح يفتهم الكلب؟ انه حيفتهم انه هو سوى شيء غلط، طبعا هو ما حيفتهم شو سوى انه سوى شيء غلط، هو فتهم انه انا سويت حمام قدامك فانت ضربتني، فانه هذا الكلب انه بدل ما انت شفت المشكله صرت بمشكلتين، انه حيروح انه يخاف يسوي بعد حمامه قدامك، وحيروح انه من وراك يسوي الحمام، فانت اصلا ما حتقدر تسيطر عليه. اول شيء لازم نعرفه احنا بهاي الفتره خلي الاكل يكون مفتوح، مثلا مي مفتوح، عمود انه تسرع عمليه التدريب له، عمود انه اكثر من مره يسوي باليوم حمامه وتقدر انه تسيطر انه تدربه، وانه مو مثلا تاكله وجبه او وجبتين باليوم فراح يسوي حمام اقل، عمود تقدر تدربه انه تدريب اكثر. هسه اجى كلب وسوى حمامه غلط، شنو نتصرف وياه؟ اول شيء انه تعبير وجهك وكلامك انه هذا اكبر شيء انه واحد يفتهم الكلب انه انت مسوي شيء غلط. يتعاقب الكلب انه ماكو ضرب طبعا، قلنا انه غير انه هو حرام، غير انه هو الكلب اصلا حيفتهم انه انا سويت حمام قدامك فانت ضربتني، ما حيفتهم انه انا سويت حمام غلط بهذا المكان. فانت تعاقب الكلب وتعبير وجهك وكلامك انه نو او لا الى نبره عاليه انه حيفتهم الكلب انه هذا شيء غلط، وندخله عاقبه ساعه ساعتين وبعدها نخليه نطلع الكلب. زين، مكان الحمام شو حنسوي فيه؟ انه تجي هذا المكان تمسح بالفاين وتخلي الفاين على صفحه، تجي تنظف بالمعقمات وبعدها تمسحها بالخل عمود الخليل انه يقضي على ريحه الحمام اللي هو سواه. اختاريت انت هسه لازم تعرف وين تختار المكان اللي تسويه. فرضنا احنا نريد ما عندنا اي مساحه خارجيه ونريد ندرب الكلب انه يسوي الحمام داخل البيت ومجبور انت على هذا الشيء ما عندك اي مساحه. مثلا اختاريت غرفه ولا اختاريت مثلا عفوا حمام تيجي تسوي بيها. الافضل طبعا انت ما طول دخلت داخل البيت تريد تسوي حمام خليه انه يسوي حمامه على شغله معينه مو انه على ارض. مثلا اختاريت اللي هي حفاضات خاصه للكلاب ودخلتها الغرفه وانه انت تعرف وقت حمام هذا الكلب. لا تسد الباب ابدا وتخلي الكلب تقول هو انه حيظل ها عفوا الفاين اللي سوى بيها الحمام تشيل هاي الفاين وتخليها على مكان الحفاضه عمود هو يجي يشتغل ويسوي حمام عليها. نرجع هسه لا تسد الباب ابدا وتقول انه هو حيروح يشتمها وانه حيسوي حمام عليه وبعدين انا اجي ربع ساعه نص ساعه واطلع الكلب، لا انه حيفتهم الكلب انه هذا مكان انا حبست فيه وهذا مكان عقاب، فابدا لا تسوي هذا التصرف، لا تطلع انت مثلا الغرفه تدخل وياه وحتى الباب خليه مفتوح وقف مثلا يم الباب وانت شوف تصرفات الكلب. انه اول شيء طبعا الكلب قبل ما يسوي حمام انه حيب يشم كلش هوايه او يفتح حوالين نفسه عمود يسوي الحمام، انت تجي توقف يم الباب حاول تقدر اذا تقدر بعد احسن تلعب الكلب بهاي المنطقه عمود انه يسوي حمام انه بعد اسرع، يعني الكلب من يلعب انه يريد يسوي حمام بعدها.
فقلنا توقف يوم الباب وتطلب كلب انه يسوي حمامه، اذا سوى حمام انه صح تكافئ الكلب بالكلام وتكافئ انه بالطبطب وتكافئ باللي تريد لازم تسويه لانه تعرفه انه هو سوى في الشيء كلش صح. مره عن مره مره عن مره حيتدرب الكلب، امشي على الخطوات وصدقني ما حتواجه هاي المشكله. زين احنا هسه عندنا مساحه خارجيه ونريد ندرب الكلب انه خارج البيت، طبعا انا علم هذا الكلب جالي تدريب وشغله ازيدكم انه الكلب لازم يتدرب انه على الحمام من عن طريقك انت مو عن طريق مدرب، مدرب يساعدك انه يفهم يوصل الفكره للكلب انه انت تسوي الحمام بهذا المكان، كانت برا ولا كانت انه على حفاضه، فهو انه عباره عن مساعد لك، بس انت لازم تكون انت الشخص المسؤول عن تدريبه. يعني انا هسه مثلا دربت هذا الكلب وحطيته بحصه بيت يعني صاحب هذا الكلب، بس لازم انه متابعه تكون من الطرف الثاني اللي هو صاحب الكلب، يعني عباره عن مساعد. خلاص طبعا نجي هسه نرجع انه اريد ادرب الكلب على حمام خارج البيت، شلون ادربه على خارج البيت؟ انه انا لما جيت ادرب هذا الكلب انه دربته انه يسوي على حفاضه وخارج البيت، اصحابه قالوا لي احنا عندنا مساحه كلش كبيره برا وما نحتاج انه كلبنا يسوي على مكان معين، المهم بس يسوي حمامه انه خارج البيت وما يسوي داخل البيت. طبعا الكلب اذا ظل يسوي حمامه خارج البيت حيفتهم انه هو هذا شيء انه هذا بيت وهذه مساحه برا، يعني ما يصير انا اسوي داخل البيت لان هذا مكان سكن، يعني راح توصل الفكره بالنهايه انه هو حيفتهم انه هذا داخل بيت وهذا خارج بيت. طبعا تقدر انت امر ثاني انه يساعدك بهذا الامر انه تطلع تمشي دائما للكلب، بس هاي على حجمه الصغير، وهذه انه يعني مو انا اطلع وياها يوميا امشيها، او هم متفرغين انه يطلعون يمشون الكلب برا، فيتعلم انه هو همين انه يسوي حمامه دائما برا بالشارع. فنرجع انه المساحه الخارجيه شلون راح اعلمه؟ نفس ما انت سويت داخل البيت تطلع يا الكلب، انه وقت مثلا انه تعرف يعني اكيد انت كلبك مربي داخل البيت تعرف اوقات اللي هو راح يسوي بيها الحمام، اغلب الاوقات مثلا حشين اللي هي مثلا اول ما يبعد من النوم اللي هي بعد اللعب وبعد الاكل، مثلا اول ما قاعد من النوم تاخذ الكلب وتطلع بيه برا تخليه انه يلعب شويه عادي، راح يلعب وراها بعدها انه راح يسوي حمام، من سوى الحمام تكافئ هذا الكلب مثل ما قلنا بالتريت والمكافآت وهاي الامور. ومرة عن مرة صدقوني انه يعني حيتدرب الكلب وحيفتهم انه هاي المساحة الخارجية هاي الناس ما اسوي بيها الحمام، وهذا بيت انه هذا مسكن ما اسوي بيه حمام. ان شاء الله استفادتوا من هاي الحلقة، لا تنسوا الاشتراك واللايك، تحياتي لكم، مع السلامة.